لا حزمة اصبر شوف هاي هاي لك اجبدها شوف اشتا حمراء سيروخ لك حمار في إطار مكافحة الجريمة بكل أنواعها خاصة منها المتاجرة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها، تم اليوم برمجة عمليات شرطية على مستوى قطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية لباب الواد، من خلالها تم إقحام مختلف المصالح العملياتية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر استهدفت أوكار الجريمة.